خد دورات وخد دبلومات اطرحوا على الراي العام. يعني دلوقتي لحين اعتماد اللائحه طلع طلع بقى لائحه كامله لحين عقد جماعه ابعتها للانديه اولا. نعم سواء الاعضاء الجماعه 95 او 225 ابعتوا. ليه كل شويه كابتن سوبر تسريبات ليه يعني ليه تسريبات تسربها ليه وسر حربي؟ طلع يا عم اللائحه اللي موجوده دلوقتي المشروع اللي اتعمل على ما تبعته لاعتماد الاتحاد الدولي اطرحوا على الراي العام والمجتمع المدني الرياضي المحترم اللي فيه كفاءات. دي اول حاجه ماشي عشان نبدا نشوف الحاجات اللي هي معموله تفصيله كابتن شوبير من الاخر تتلغى. انا عايز مش عايز كابتن شوبير يترشح او اعلام اقول الاعلامي اللي هو لابس بدله وقميص وبنطلون وشعره فيه ابيض واسود ده ما يخشش. لا او ما عندوش شعر ما يخشش. الكلام ده كله راي حسن فريد قال لك انت ايه اللي هيلغي الكلام ده؟ الشفافيه اعرن عشان نشوف هل انت طبقت الحوكمه حتى تشوف كل الراي عندنا ان هم تمام. عشان كده بنخش بقى لموضوع الترخيص. الترخيص يا كابتن شوبير هي الموضوع الوقفه ضد اي تطوير الكره المصريه. نعم لان احنا الزمونا بالترخيص وكانت الاجتماع بتاع 2017 ده كابتن شوبير السبب الاساسي كابتن هاني عمله لان كان بيهدد الانديه المشتركه في افريقيا والبطولات اللي مش هيشتركوا طول ما انت ما اديتهمش الرخصه. والرخصه دي تتحط في لائحه النظام الاساسي. ما كانش موجود في لائحه النظام الاساسي بند التراخيص اللي اصدار الرخصه وفض المنازعات لو انت ايه. احنا عندنا كام نادي محترف؟ ما هو المفروض الدوري محترف كل الانديه كلها مؤقته ما فيش واحد خد رخصه دايما. طب انا اقول لك مفاجاه. اللي عندك في الفيفا انت عندك 19 نادي محترف. ايوه اللي في الفيفا عندك 19 تقرير الفيفا عن موسم 2018-2019 مصر عندها 19 نادي محترف يوجد 3280 لاعب محترف محلي واجنبي في الدرجه الاولى والثانيه اللي عددهم في التقرير اللي مبعوث للفيفا 60. بص حضرتك هي دي النقطه بقى يعني انت بتيجي تحت ضغط الاتحاد المفروض المصدور من اصدار الاتحاد الافريقي الاتحاد بتاعك اللي هو اللي موجود اللي بيت المفاوض بالاتحاد الدولي تحت طبعا مصر والانديه بتاعتها الاهلي والزمالك ودي هي اللي بتحرك التسويق لهذه البطولات. فراغ تحت هذا الضغط بيديك الاصدار المؤقت ويقول لك اشتغل على ما بس وفق اوضاعك اشتغل بس محدش موفق اوضاعك. احنا موفقين على الورق على الورق لكن مفيش متابعه يعني ولا كل شغلنا على الورق على الورق مفيش تفعيل التراخيص. ايه المشكله ان انا اوفق حقيقي؟ هو المشكله انك انت لو وفقت حقيقي هيحصل مشاكل والفتره اللي فاتت ديت ماشي الموضوع كده بهدوء من غير مشاكل. يعني مشاكل يعني ايه؟ هوفق مثلا المعيار المالي، المعيار المالي النهارده لابد ان يبقى في شفافيه قبل الموسم بثلاث شهور تعلن عن اللعيبه بتوعتك عن ميزانيتك عن تعاقداتك عن 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 مسار تمويلك وتفصح عنها معاك كام عندك فائض كام عشان انا مش هوافق لك واعتمد لك على تجديدات او لما تكون جميع عناصر اللعبه في الموسم اللي فات تقريبا لا اما سددتها لا اما حليت المنازعات الموجوده او جريت في ايه في التسويه تحت حساب التسويه. الكلام ده ما بيحصلش. ممكن يكون عليه مديونيه 3 4 300 400 مليون يشتري لعيبه بمليار ويبقى في مشكله مع وكيل لاعب كل ده وما خدش الاجراءات النهائيه وفي احكام نهائيه بالتنفيذ. ما ينفعش تأيد لعيبه وانت عندك المشاكل دي. ما ينفعش يبقى عندك خساره. بس انتوا كنتوا بتأيدوا في الاتحاد بتاعك يا سيدي عشان ما كانش في تفعيل. بص حضرتك خد خط ما بين قبل 2017 وبعد 2019 القانون لما اتطلع ما عنديش حجه. كان عندك فرصه العمر في 2017 ليه ضيعنا 3 سنين بقى هي دي او سنتين؟ دي النقطة عايز نرد فيها من المجلس اللي فات. ليه وانتوا عندكم هذه الخبرة الرهيبة في خبراء اللوائح ما عملتيش اللائحة وفعلتوا التراخيص وحطيتوا في اللائحة البنود حطيتها وما فعلتهاش؟